اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم بالمواضيع اللي راح نطرحها لكم او بالمواضيع اللي انتم تردون تحجون بها. مشاهدينا الكرام، المواضيع اللي راح نطرحها هي اصلا مواضيع انتم تداولتوها على مواقع التواصل الاجتماعي. للمشاركة أرقام البرنامج بأسفل البرنامج، تقدرون تتصلون بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من هذين الأرقام. في حال ما تأمن أي خط من الخطوط الأربعة اللي تشوفوها بالأسفل تقدرون تتصلون بينا أو تتواصلون ويانا عفوا عن طريق الرسائل على رقم الواتساب الأخير اللي موجود بالأسفل. تقدرون تدزولنا رسالة حتى نعرف رأيكم بالموضوع. نتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم، نتمنى تكون الرسالة متبوعة بالمكان حتى نعرف منو كتب لنا ومن وين. نبدي حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الفساد الإداري والمالي بالعراق، وشلون صارت هاي الظاهرة الخاطئة والخطيرة على المجتمع. هي سلوك متبع من قبل الكل، وصلت إلى رجالات الشرطة، دولة اللي من المفترض عليهم حماية الأمن والأمان، دولة من المفترض عليهم أن يتبعون القانون وينفذون القانون ويجبرون العالم على تنفيذ القانون لا يخرقوه. معروف بالعراق أن حكومته وأحزابه فاسدين، إضافة إلى ذلك أن البلد ما بأي قانون. هذا القانون اللي من المفترض أن يكون متواجد حتى يحاسب الفاسد، يحاسب المخطئ، يحاسب المجرم، حتى إذا وصل الحال أنه الفاسد يكون أعلى مرتبة بالدولة. وصل اليوم حال العراق أن تنتشر الرشاوي والفساد المالي والإداري بكل مكان، وصار مثل ما يقول المثل العراقي حاميها حراميها. هذا الفيديو اللي راح تشوفوه بعد شوية واللي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبشكل كبير، مواطن ما كشف عن هويته يوثق تقاضي رجل نجدة، رجل نجدة شرطي يتقاضى الرشوة بسيارة النجدة مالته الظهرية أمام أعين المارة بمحافظة البصرة. بحسب صاحب المقطع، شرطي بنجدة البصرة أخذ رشوة بداخل عجلته من صاحب مضخة اسمنت بهاي الصورة، فكيف راح يكون القانون بالبلد؟ خلونا نشوف. هاي ابو النجدة هذا إلا ياخذ رشوة، يا الله يخلي البوم يشتغل. شوفه هذا اهل الطائلة، قال اروح، قال اروح هاي له. هذا رقم النجدة 2405، هذا رقم النجدة. شوفه فلوس، يا الله اخذ فلوس، يا الله عاف، يا الله عافانا نشتغل. حسن عليك زين، يعني اللي يريد يبني بالصورة الطبيعية اكو موافقات، موافقات تروح تاخذها من البلدية إضافة الى الموافقات الرسمية الاخرى حتى تبني بمكان ما، اللي يتأكدون من صحة ملكية الارض، يتأكدون من طريقة البناء، يتأكدون من الاسمنت، النسب المستخدمة بالاسمنت والصب وغيرها وغيرها، المواد المستخدمة، الحديد، هاي الامور اللي المفروض يتابعها لو اكو من يتابع. طبعا ده يحكي بالامور الطبيعية مو بالعراق. فالموافقات يا طالعة، الشرطي شي له علاقة بمضخة الاسمنت اللي ده صب اسمنت ببيت او بعمارة ما اعرف، بس هذا شفتوه، واللي النجدة مالته رقمها 2405. الشرطي هو الرجال اللي يرتدي بدلة خاصة نيلية ابيض بالصيف، اللي المواطن من المفترض انه لما تواجهه مشكلة اول تفكير يجي بباله انه يروح للشرطة حتى ينجدوه، لأن الشرطة هي موجودة لخدمة الشعب. هذا القول المأثور، تنجد قبل الكل، لأن الشرطة هي أول باب اللي المواطن يروح إله حتى يثبت حقه أو يأخذ حقه من المنتهكين. لكن اللي صار بالعكس، مثلا في محافظة النجف، هذا الفيديو اللي راح تشوفوه راح يخلي الناس تفكر ألف مرة قبل أن تفكر توثق بشرطي. اللي صار بالنجف شنو؟ القوات الأمنية ألقت القبض على عصابة، هاي العصابة مهنتها أو سولتها سرقة الحقائب النسائية في الشارع. شو تبين وراها؟ إنه الزعيم مال هاي العصابة، الدون مال هاي العصابة،
شرطي من المحافظة. خلونا نشوف. شرطي يقود عصابة دا يسرقون جنط، صدق حاميها حراميها. الشرطي اللي هو منتسب بالقوات الأمنية، قوات الأمن الداخلي، إذا أنت حرامي من يجيك واحد مباق مبيوق ويقول لك أريد أدور البوقة، شو تقول له؟ أرضى بالقدر اللي أصابك؟ قضاء وقدر هذا؟ إذا أنت شرطي وهيك تتعامل ويا الناس. ما شاء الله، ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من منصة فيسبوك. نهاد الأعظم يقول: يا معودين، أصبح السلك العسكري وخاصة جهاز الشرطة بأنواعه غير مؤهل، وعليه إعادة تنظيمه من جديد وفرز عناصر المسيئة، ودخلت عليه عناصر غير نزيهة، ويحتمي بالملابس العسكرية. أم عمر: ما شاء الله، حاميها حراميها، الشرطي رجل يمثل القانون، حرامي. وماجد الأسدي: هذه الحالة الشاذة لا تعمم، ولكن السبب في عملية التوظيف لمن هب ودب دون تدقيق في السلوك. وعبد الباسط الدليمي يقول: لا للزعلون، إعادة النظر في بعض رجال الشرطة ضرورة، لابد منها مع احترامنا للطيبين. بكل تأكيد مع احترامنا لكل طيب، مع احترامنا إلى كل رجل أمن نزيه، مع احترامنا إلى كل رجل شرطة يؤدي واجبه بالصورة الصحيحة ويحافظ على أمن البلد. احنا ما بدنا نحكي، احنا ما بدنا نقول سلك الشرطه العراقيه سيء، ما بدنا نقول سلك الشرطه العراقيه حرامي، خلينا نكون واقعيين. ولا الناس اللي نشرت هاي الفيديوهات ده تقول انه الشرطه كلها حراميه من ضباط ومراتب ومنتسبين، هم ده يحكون عن هاي الحالات. السؤال اللي ينطرح شخص يقول لا تعممون، المشكلة هنا هي مو التعميم، المشكلة هنا هو من وين صدرت الإساءة، من رجل شرطة أو من رجل أمن، أو من رجل أمن هو شغل الشاغل الحفاظ على القانون. لما هو يخرق القانون شنو راح يصير بالبلد؟ لما رجل الأمن أو رجل الشرطة هو اللي يخرق القانون، هو اللي يتجاوز على القانون، هو اللي يسيء للقانون، هو اللي يسيء للبلد، شنو راح تكون الصورة بالمقابل؟ الصورة هي فساد كل شيء. لما رجل شرطة يتلقى رشوة، كل مفاصل الدولة راح تأخذ رشوة. المشكلة اليوم بالعراق الوزير مرتشي وأبو النزاهة مرتشي والموظف مرتشي والطبيب والشرطي وأبو الرعاية الاجتماعية وغيرها وغيرها وغيرها، وأبو التربية وأبو الصحة وأبو الصيدلية، كلها صارت تشتغل بالرشوة، لدرجة أنه الناس اليوم تعرف لما تروح تسوي معاملة بأي مكان حتى تخلص معاملتها بسهولة، لأنه إذا ما يدفع رشوة ما تخلص، يروح يدور على معقب، والمعقب هاي تلطيف من عندنا. لما نقول كلمة معقب هي مظهر فساد المعقب، لأنه أنت تعطيه فلوس وهذا يأخذ ما عندك ويقول لك هاي حصة فلان وحصة فلان وحصة فلان وحصتي، دول الفلان وفلان وفلان الجو، هاي رشاوي لو ما رشاوي، فهاي فساد. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو هذا الموضوع بصراحة ما راح لا نقدم ولا نأخر به، لأن هذا استشرى من 2003 إلى الآن. يعني كل المعاملات وخاصة جنابك تفضلت قلت المعقب، المعقب يعني هو اللي يستلم المعاملة ويؤدي لك إياها إلى أن تنتهي. نعم. الآن يعني وصلت المرحلة وهاي صارت وياي، يعني بالله عليك مستشفى شطورها شعرها اضرم الجزاز ما بيها
طلعت لل شو اسمه، اكو كبار المستشفى، اكو صيدليه. نعم. رحت لابو الصيدليه راويت الوصفه، قال لي هاي مو يمنا، وحتى تتراسايكلين مال جلد شنو قيمته؟ قال ايضا مو يمنا. هاي ابو الصيدليه لا ابو المستشفى؟ ها؟ هذا لا ابو الصيدليه. زين. ابو الصيدليه. قلت له لعد وين؟ قال بالصيدليه اللي اللي مقابل مستشفى الصدر. هاي الحكي الصيدليه المقابل مستشفى الحكيم. قلت له ليش؟ قال والله العظيم مانعينه، يعني الصور وين وصلت؟ قلت له على ابره، ابره مال قزاز وعصاره تتراسايكلين مال جلد ما لكل قيمه مانعينكم. قال اي والله الا من ذاك، من ذيك الصيدليه المقابل مستشفى الصدر. يعني قل لي بيش اشتريتها؟ يعني اذا 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 رحت ذيك الصيدليه بيش اخذتها ابو عبد الله، ابو زينب عفوا؟ مو مسألة اخذتها وما اخذتها، يعني بعدين انا طبعا كنت بحالة صعبة كلش، لانه جرح صار عندي بالظهر وكذا، فاخويا ظل يفتر حتى ذيك ما لقى بيها، افتر خمس ست صيدليات بالنجف يلا جابها. نعم. زين هذا لو فرضنا يعني هذا المراجع او المريض وما لقوا له هذا الدواء، خاصة ابرة القزاز، مات بمسؤولية من؟ بخطية من؟ نعم. كذلك المعاملات بالنسبة للتعقيب، خاصة الآن المحامين وبالذات شغلات العقار، يعني قول كفالة خلطيك شغلة انت ما تعرفها الآن، مال صندوق الإسكان والإعمار خصوصا أو أي سلفة أخرى تأخذها، خاصة مال البناء. نعم. اقل شيء اقل شيء اذا ما يقول لك اعطيني ربع او ثلث الماده اللي تاخذها من عندهم السلفه، يعني بالميت يقول لك اعطيني 7 إلى 10 ملايين دينار يلا كيف لك. انت شايف الى اي مدى احنا بوالغين بالفساد؟ نعم. تعال طب شوف الشوارع، شوف الشوارع مليئه بالانقاض والازبال. أنا صورتها وإن شاء الله في اليوم أدزكم يا أهم فيديو أهم صور فوتوغرافية. دزنا يعني. يعني المحافظ عنهم عنهم مو أكثر من 100 متر. نعم نعم. زين هذه أحياء حديثة، أحياء حديثة كلها أزبال، هو نفس طريق المحافظة كلها زبايل، ها؟ نفس طريق ال شو يسمون دول المتقاعدين، المتقاعد فوق بامة المفروض الدائرة ما تصير على الشارع العام، هو من الشارع العام تمشي حوالي نص كيلومتر وهم ما تلقاه بالفرع، تدخل لي جوا بعد كيلومتر كيلومتر ونص مشي، ومن تروح هم ما تلقاه بالطابق الأرضي بالطابق الأعلى، يعني يكسرون ظهر ظهرك على مود معاملة له. نعم نعم نعم. انقطع الاتصال يا ابو زينب. شكرا شكرا لك ابو زينب. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ افل انت ما شاء الله عاد تحسبها، الرابط مشتري مرتشي الشرطي النزاهه عمي هي، والله عاد اقول لك عن نحشي، بس احنا عن نحشي ومع احتراماتي لك ومع احتراماتي لكل مشاهد ما طعيم شاف قناتكم، هم يضحكون علينا ترى، احنا عن نحشي بس هم يضحكون داخلهم علينا. نعم. هاي ناس جت ناس دايحة، ناس ساقطة ناس دايحة، من يجي يقول لك يجي يقول لك فلان دائرة، يا فلان دائرة كلها مرتشية، والمدير مخلي 4 5 كل مدير دائرة مخلي 4 5 جوا ايده، وشوفوا لي فلان وشوفوا لي علان، ويجي هو يجي سايتك ماكو. نعم. يقول لك ان شاء الله سوي لك اياها بهالجد، او ما يحسب العراقي يحسب الورق، يحسب الورق اذا. نعم. تسجيل سيارة بالمرور نفس الحالة، تجي على البلدية نفس الحالة، تجي وين تجي على دائرة وحدة أضربه من الأخ لين المتى، بس هذا الشعب العراقي المتى يظل نايم. نعم. يعني أنت من حق ال 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 الشرطي، الشرطي مثل القانون؟ لا والله كل قانون ماكو. أنا يقول لك أي أي نعم أكو قانون، قانون على الطبقة الفقيرة على المسنود، اللي عنده ظهر ومسنود ماكو، مسنود من هذول العصابة البرلمان وغير البرلمان يقول عليها.
والله هذا ما حد يحكي وياه. نعم. وكثير اكو اكو ناس ما صح اليوم القى قبرك اكو مسدس بفلوس والفقير الباك باك ثلاث سنين الحكم ثلاث سنين او الحكم اكثر. نعم نعم. اكو ناس الحكمه تيش على البارد. نعم. وانا ممنون منك هذا. ممنون منك ابو عبد الله. المشكله اليوم من نحكي عن الفساد يعني اذا فكرنا بالمعتقلين قاضي التحقيق بالبدايه هو يتعامل وياهم بفساد. اذا ذوي المعتقل لحقوا عليه قبل ما يوقع هذا المعتقل مهما تكون شنية التهمه الكيديه او غير كيديه عليه ورقوا له هذا طلع من القضيه من عدم مثل الشعره من العجين. اما اذا ما لحقوا له وقع الاعترافات بالتعذيب هاي الله كتبها عليه. بداخل السجون المواجهه اللي تصير بين المعتقل واهله بين السجين واهله اللي نصهم ابرياء السجانين يتعاملون بها فساد وابتزاز ابتزاز علني لذوي المعتقلين. قضية النازحين بها فساد، قضية الإعمار بها فساد، قضية المناطق العراقية المدمرة بها فساد، قضية التجارة بها فساد، الحصة التموينية بها فساد، النفط وغيرها بها فساد، الكهرباء بها فساد، المي بها فساد، أنهر العراق بها فساد، فكل شيء. التقاعد بالعراق بفساد. نطلع من فساد عناصر أجهزة الأمن الحكومية نروح إلى انهيار الأمن اللي صاير بالبلاد. ارتفعت بالفترة الأخيرة ارتفعت قضية قتل واستهداف المواطنين بمختلف محافظات العراق وعودة ظاهرة الجثث مجهولة الهوية المشمورة على قارعة الطرقات. مثلا بالبصرة اشتكوا ذو أحد المغدورين من عدم وجود أي احتياطات أمنية، عدم وجود كاميرات مراقبة بالشوارع بالمحافظة ورا ما لقوا ابنهم مقتول ومغدور بداخل سيارته في أحد شوارع البصرة. بالبداية لحد الآن احنا ما عندنا أي معلومة، مجرد الولد ابننا طلع من البيت اجى له اتصال أو ما اجى له اتصال طلع من البيت، ورا تقريبا 3/4 ساعة اجانا الخبر بان ابنكم انقتل وجثته موجوده بالسياره. رحنا لمكان الجريمه ومكان الحادث، احنا بالنسبه لنا ما عندنا اي معرفه بالمجريات اللي صارت حول القتل الوشي. الشيء اللي نطالب به من الدوله احنا نقول لو اكو كاميرات، لو اكو مثلا جهد استخباري، لو اكو نجده واقفه بالمكان، مكان استراتيجي طريق عام، ماكو اي شيء امني يثبت على هذا الشيء. راح هذا الولد ضحيه ما نعرف شنو السبب. رجل منزه من قبل عشيرته ومن قبل عمامه ورجل عائلته عائله ملتزمه دينيا واخلاقيا، ما عندهم اي مشاكل. ما يعني احنا نعرفه اللي ادى مشكله يوجهون سؤال العمامة يوجهون نتها يوجهون هاي، احنا ما تلقينا اي شيء. هذا حال العراق اليوم. احنا من نحكي ويقولون لا تعممون، رجال الامن لما يسوون مصيبة لا لازم التعميم، لانه رجال الامن مسؤولين عن هاي الحالات. لو رجال الشرطة والامن مشتغلين شغلهم صح كان نسبة الجريمة قلت، لكن نسبة الجريمة اليوم بالعراق سنة على سنة تزيد، وجرائم القتل بالعراق سنة على سنة تزيد. يعني مثلا هذا الفيديو اللي راح تشوفوه بعد شوية، هذا الفيديو بأحد شوارع العاصمة العراقية بغداد صار فجر اليوم. اللي صار 2 مجهولين الهوية استهدفوا عجلة أحد استهدفوا سيارة واحد من المواطنين بالشارع بعبوة صوتية لاصقة بمنطقة شارع فلسطين ببغداد. الفيديو راح تشوفوه بعد شوية، واللي وثقته كاميرا مراقبة لأحد المنازل، وراح أعلق لكم عليه حتى أشرح لكم لحظة استهداف السيارة، ويظهر بالفيديو إصابة مواطن مار بصف السيارة اللي انفجرت عليها العبوة. خلونا نشوف. مثل ما تشوفون الآن هذا الفيديو، هاي الدراجة اللي عليها 2 جو يوقفوا يم هاي السيارة لزقوها للعبوة طلعوا راحوا
فترة من الزمن الشارع مثل ما هو أمان، دنيا ليل فجر، مو بس ليل، العالم ببيوتها. هاي السيارة مال منو لحد الآن ما نعرف، ليش استهدفوا سيارته لحد الآن ما نعرف، شنو اللي صار بالموضوع حتى يستهدفوها ما نعرف، لكن أنه بلش الدخان يتصاعد. اجى مواطن تفاجئ، يعني هذا الدخان اللي دا يطلع من السيارة ليش؟ شنو هذا الدخان اللي دا يطلع من الرينج، من الويل الخلفي؟ قرب دا يريد يشوف شنو الحالة، شنو الوضع، الله يعينه، يمكن دا يريد يساعد. طقت، لما انطقت تضررت السيارة وتضرر المواطن اللي هو ما له علاقة بها. واحد الفجرية مشى شاف دخانه بحديقته، طلع دا يشوف شنو الوضع، صار اللي صار. منو ذولا الاثنين على الدراجة؟ ما حد يدري. ماكو سيطرات ببغداد لزمتهم قالت لهم شنو هاي العبوة؟ ما حد يدري. ماكو شرطة ببغداد؟ لا اكو شرطة ببغداد. ماكو جيش ببغداد؟ لا اكو جيش ببغداد. ماكو دولة؟ يقولون اكو دولة. صدق كذب؟ ما ادري. اللي دا يبين كذب، ماكو دولة. لا اكو دولة ولا اكو سيادة ولا اكو امن ولا اكو امان ولا اكو خدمات ولا اكو كل شيء. اللي موجود بالبلد هو مشاكل في مشاكل في مشاكل في مشاكل. واللي دا يوقع بها المواطن اللي راح دا يشوف شنو السالفة، ممكن يعين جيرانه، ممكن يعرف صاحب السيارة. طقت عليه وتصوب. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق موجود يانا من منصة فيسبوك يوسف، كلنا خلصنا من الرشاشات، قلنا خلصنا من الرشاشات، النور طلعت لنا قنابل يدوية يعني رمانات، يلا عادي كل شيء تشوف بالعراق الجديد. وعادل الطويل يقول صارت بالقنابل لو باقين على الكاتم أحسن، ولو هسه ما حد قام يستخدم كاتم لأن ما حد يخاف. هاي واحدة من السوالف. وفاء العامري تقول ما شاء الله أقوى بلد بالقانون، لا اغتيالات ولا أي شيء، كلها كذب. أحمد نجف يقول هو الوضع بالداخل خارج، تحجون بالسيادة، وينكم وين السيادة؟ فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. المشكلة اليوم لما نتعامل ويا البلد يطلعون بالتلفزيون ويصرحون نحن ندين الهجوم الما أدري وين، يلا هاي إيران قصفت، نحن ندين الهجوم الما أدري وين وأمريكا تقصف، ونحن ندين الما أدري شنو، والناس لما نصير هذا الشيء ما حد يحكي بيهم، واللي يشتكي هو اللي يتأذى. وإذا تتذكرون طلعنا قضية الأخ عطوان اللي تم الاعتداء عليه من منتسب في الحمايات وضربه وراح اشتكى عليه، هو اللي تصوج. محمد من أمريكا حياك الله. أستاذ أسد أحييك وحيي قناة الرافدين البطلة. عزيزي هم دول الاغتيالات يقتلون العالم، هم الحشد والعصائب اهل الباطل، دول جماعة إرهاب، جماعة حرس الثور الإيراني، مو إيران ضربت في الصواريخ على الشمال على خطيق تكلوا الأبرياء، شنو ذنب الأبرياء؟ أكو واحد ردهم؟ وأنا هذا محمد شاعر السوداني الإرهابي، عمي هي مو حكومة قسما بالله، هي حكومة المتعة والتمتع، هم دول شغلهم تابع لإيران، عمي لا كل شيء ما يعشون، بس يروحوا يطقون صور بالشمال وطالعين عشاك والخنادير مالتهم داير وما دايرهم. يحنوهم عما هم ولاهم لإيران ومعلومات يطوها يصفوها بيوت العالم، هم جواسيس نص الشمال لهم تابعين لإيران، هم يطوهم الأحداثيات، هم يطوهم الأحداثيات يقول لك هم هيش مكان تذكر من الصور الأمريكا يذبون الأقراض، هم جواسيس حمي تابعين لإيران موجودين بالعراق، هم ذولا جماعة هذه العامل الخنزير، هذا الخنزير ابن الخنزير حشاك، هم ذولا أبو أصائب أهل الحق العامري والخزعلي، ذولا كلهم مرابين عمي مقتدى الصدر، هم ذولا شكوا على حضر عمامة، وين ذولا أهل قاعدين في كربلاء والنجد يدعون نفسهم ذولا سنة ما سادة، وين المراجع باستكلاوات أسمن منها، هو كله حتى المراجع تابع لإيران، هيك للعراق عمي هم دمروا للعراق أسمن بالله، دمروا للعراق على مصالح إيران، يلا خذ حدا خلي يردون إيران، يردون حرس الثوري الإرهابي، أتحداهم يلا لا. وين مو ضربوا العالم؟ ضربوا العراق، ضربوا سوريا، ضربوا العراق، ضربوا دولة هم قريبة على إيران، هم ضربوا ثلاث صواريخ، أكو واحد ردهم؟ ما حد ردهم، عمي هي دولة بلالي لإيران، جماعة المتعة، قسما بالله هاي حنان الفتلاوي تبع نعم شكرا لك محمد، وعدت من عنك اتصالات هواية. أبو علي من واسط حياك الله.
عليكم استاذ عسل، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للجمهور الرافدين. مساء الانوار. سالت طبعا القتل اللي الان اللي يصير بغداد والبصره ومدن كثيره، مو بس يعني مدينه او مدينتين، قلناها انتشر بكثره، انتشر بالفتره الاخيره بالضبط. اي بالكاتم ولا بالقنابل اليدويه ولا هذه الجيده مالت الدليفري، على اساس انه هو يعني صاحب دليفري يوصل طلبات على الدراجه ويغتال واحد بسيارته، واعتقد المشاهد موجوده. نعم. هذه استاذ عسل لها سببين. السبب الاول، وهذا طبعا ما راح نتحكي به، هو ضعف الدوله، وان الدوله جميعها وجميع للاسف انه نقول 95% من السلطات الامنيه داخل البلد، وهي وزاره الداخليه تابعه لاحزاب ومنظمات وكتل وميليشيات. نعم. يعني هذا صراحه، مع انه بعض الافراد مغلوب على امرهم، لان يعني ما يقدر يسوي شيء لانه هو عايش. نعم. على خبزته جاي. فهذا الامر. الامر الثاني انه انتشار السلاح في البلد وماكو سيطره على السلاح. نعم. وهذا اكثر من مره نتداولها في برامجكم التلفزيونيه، ان الحشد اليوم عنده اسلحه اقوى من الجيش العراقي. مو بس الحشد، حتى نكون على واقع، الحشد وايضا سلاح العشائر، لان اليوم النزاعات العشائريه دا يطلع بها سلاح خفيف ومتوسط وثقيل. متوسط بالضبط. نعم. احنا حتى ثقيل استاذ يعني. نعم. حتى اليوم اكو واحد صرح من وزاره الدفاع، شفت بلقاءات تلفزيوني، قال انه الحشد، وطبعا الحشد هم اثنين زائد حتى الفصائل المسلحه المرتزقه، انه يمتلكون صواريخ. نعم. صواريخ ما يمتلكها الجيش العراقي، لان الجيش العراقي يمتلك بس اعتقد 200 كيلو متر، هم يمتلكون ازيد طبعا تسليح من ايران. فهذا كل القتل، انتشار هذا السلاح والاحزاب الموجوده والفصائل الموجوده اللي الدوله ما تقدر تسيطر عليها. نعم. تتذكر احنا النظام يعني سنه بعد التسعينات، بعد ما انتشر السلاح صار فتره تسليب، والتسليب ما تكون بالمدن، بالطرق اللي الخارجيه والظلمه، والدوله ضعفت بسبب ظروف الحصار وغيرها، لكن بعدين الدوله استطاعت السيطره على هذا الامر وانتهى. ليش؟ لان اكو مهنيه، احنا مو دفاعا عن هذاك النظام، بس اكو مهنيه، احنا نريد ناس مهنيين يديرون بلد. احنا اليوم لا وزاره الدفاع، لا وزاره الداخليه، لا الامن الداخلي، لا المخابرات، ما عندهم مهنيه بالامر، هم مجرد يا شخصيات تابعه الاحزاب وفصائل. نعم. وهو سبب الدمار اليوم. احنا اشكرك استاذ علي. شكرا. شكرا لك ابو علي. نطلع من الواقع الامني، نروح الى الواقع الخدمي المتردي بالعراق وفساد المشاريع الخدميه. يعني ما معقولة شارع يتبلط شهر ويتفلش، هذا اللي صار بشارع الحوطة الدولي، تبلط قبل شهر، انصرفت عليه أموال من الشعب، مليارات، وتعرضوا ناشطين بسبب هذا الشارع إلى مساءلة قانونية، لأنهم حجوا بفيديوهات سابقة انتقدوا به العمل. اللي يطلع لنا اليوم أنه الكلام اللي حجوا الناشطين صحيح ومساءلتهم خاطئة وفساد مو طبيعي بهذا الشارع. تعالوا نشوف اخواني الاعزاء متابعينا في عموم محافظه البصره. تعرفون انه قبل يومين انا كنت في محكمه شط العرب بسبب دعوى اقيمت بالضد مني من قبل احدى الشركات المحليه في محافظه البصره المنفذه لاحدى المشاريع في قضاء شط العرب، لكوني انتقدت في مشروع في فيديو سابق يوم 28/11 ظهرت به وصورت هذا الشارع. وفي هذا الفيديو اللي تعرضت للمساءلة القانونية بكوني قلت انه هذا الشارع اذا تم تبليطه على هذه يعني على هذا الحال، وظهرت في تصوير وبينت انه كيف يتم التبليط، فانه ما يطول اسابيع ولا يطول ايام. اخواني اليوم راح اراويكم الشارع بعد تبليطه. هذا سؤالي إلى المهندس المقيم في مديرية بلدية شط العرب، أنه إذا كان الفحص وفق المواصفات المطلوبة ووفق ما تفضلتم به وطلبتم الشكوى بالضدي باعتباري تكلمت بأمور لا أفهمها، هذا الشارع تعلي، هذا الشارع أخوان، هذا الشارع اللي تبلط قبل أقل من شهر وتعرضت للمساءلة القانونية و تم اطلاع سراحي بكفاله ماليه، هذا الشارع وهاي اموال الشعب، هاي اموال الشعب اللي تعرضت بها للمساءله القانونيه. تراب، هذا تراب مبلط على تراب، وهاي سوق الطبقه شوفوها، للعلم انه هذا الطبقه الثانيه، يعني ما بي بعد طبقه اخرى. ما اعرف.
ما يحتاج نشرح عليه هذا الفيديو، شارح نفسه بنفسه. نطلع مواطن أيضا من البصرة يرصد لكم تخريب بعض شوارع البصرة من قبل منه؟ شركات الاتصالات. ليش؟ بدها تمد خطوط مال الانترنت. الشيء المحير بالعراق انه لما يفكرون يكسون شارع ما يفكرون بالاثاث والخدمات اللي موجوده به، من مجاري، من مياه، من خطوط صرف، من انترنت، من اناره، من كهرباء. لا، يعني الجماعه بالعراق اليوم يبلط يكمل ياخذ المالات يكمل شغله يشيل المعدات مالته ويروح، تجي شركه ثانيه تحفر وراها يرجعون يبلطون من جديد. هاي كلها فلوس. هذا اللي صار مد الكيبلات. المفروض بالبدايه يا بهذا الشارع ايش تردون به؟ مي اوكي، مجاري اوكي، خطوط اناره اوكي، عواميد اوكي، كيبلات مال انترنت اوكي، تعالوا ناسس لها بالبدايه دم بلط فوقها وانتهت وفضلت وخلصت مره واحده. شوف اخوان، السلام عليكم اخوان، اكو احد يفهمنا ايش قاعد يصير بشوارع البصره؟ يعني هذا الحفر والله العظيم ما قاعد افتهم. هسه مثل ما قاعد تلاحظ هاي الشقين ذن القديمات هذن المصبوبات هذن مدوا بهن قالوا هذا كيبل ضوئي. زين هسه شو اجوا النوب هسه هم عفروا بنص الشارع هم قالوا يقولون هاي غير هم شركه مال كيبل ضوئي. هسه شارع نظيف، شارع تو ببلط جديد. هسه هاي الوضعيه التعبان شنو؟ يعني ليش ماكو تنسيق بين دوائر الدوله بين الشركات؟ هاك تفضل النوب، شوف الحفر يعني بنص الشارع. هسه لو حاطينه بصف هذن الاثنين الخطين معقوله، بس هاك شوف تلاحظ بنص الشارع. هسه دمروا الشوارع. اللي دا اشوفه بدول العالم يسوون انابيب جوه وتشوف منهوله ويكتبون على المنهوله التليفون، هاي جوا اكو خطوط مال تليفون وانترنت وكيبل ضوئي وغيرها وغيرها، هاي كلها بهذا الانبوب حتى لا يفوتها مي ولا تراب ولا 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 ولا. ومنهوله مال مجاري ومنهوله مال مي مال مي مطر مال تصريف مال اي شيء، وايضا حفر وانابيب للكهرباء بحيث لما يردون يصلحون عطل مو يجي يفلش، لا، فتح الباب نزل جوا صلح طلع سد الباب وخلص انتهى الموضوع. ناشط من النجف راح يبين لنا الفساد شلون دا يصير طريقة إكساء شوارع المحافظة. اشتكوا هواية من ناشطين مواطنين النجف رداءة الشوارع وعدم تعبيدها والفساد بعملية الإكساء، مثل اللي الفيديوهات اللي سموها شكر لمة اللي بسببها تم رفع شكوى على ناشطين أثبتوا أنه الإكساء بمادة الإسفلت مشابهة للشكر لمة وهي أكلة حلو العراقيين يأكلوها، اللي دول الشام أو بلاد الشام يسموها الغريبة بسبب تكسر الشوارع وراء إكساءها بسرعة. تعالوا نشوفها. أنا ما أريد أدخل بين صراعات شركات وصراعات أحزاب ومساومات، لكن الكلمة الحق نقولها لو تكلفنا أرواحنا. اليوم للمنصفين للعقلاء هاي مال التبليط اللي تبلط الفارشة مال التبليط مال الجير، من تفرش هاي تفرش 8 أمتار وما تفرش لها متر، صحيح؟ زين هذا الخلل ليش صار بس بهذا المتر وليش صار فت قطعة معينة؟ ها؟ وعدي فيديوهات تثبت انه رش الغاز. اليوم هاي خلافاتكم وصراعاتكم، والله لين هذا صدري، والله لين هذا ما يتجاوب ويانا، والله لين هذا ما يوقعنا بالممر، جاي يسقطون بي وتخربون مدينتكم، والله لين عندكم خلافات. عمي اتق الله بهاي المدينة، يعني بربك هذا من صار مقرنص، ومقرنص طبقة ثانية وتبليط. وين المقرنص؟ تعال شوف لي البلدية غير تحافظون عليه يا قيم مقام الكوفة يا بلدية الكوفة، والله مو تسقيط ولا تشهير ولا لنا علاقة بهذا الموضوع، لكن اكو حسرة بقلوبنا. هذا من تبلط غير نحافظ عليه، انت اليوم يا مدير بلدية غير التابع. شوف الزباين، رحمة للحسين باوع الزباين، عمي والله كارثة، باع الكوم التراب باوع. شوف الزباين باوع هذا وينه التراب وينه؟ ها باع المقرنص وينه؟ التبليط ما هو يعني ماكو فد جريدر شفين. هذا الحال اللي دا يصير اليوم بالعراق. فلهالسبب دا يتساءلون ذولا ليش دا يدورون وراء هاي المصايب؟
أبو علي الباهلي يقول يجب محاسبة جميع من تثبت إدانته في هدر المال العام، لماذا هكذا مليارات تصرف على مشاريع فاشلة؟ علي فاخر قاسم يجب محاسبة المهندس المقيم والمشرف على هذا المشروع ومحاسبة المختبر الذي أعطى النتائج بالنجاح ومن ثم محاسبة المقاول. أحمد فاخر أغلب الأعمال على هذه الشاكلة بسبب التواطؤ والفساد وغياب دور المهندس المقيم لأسباب معروفة، وهذه أموال البصرة تهدر مع كل الأسف. علي المالكي والله كارثة، يا ريت نشوف المحافظ ينزل للشارع ويتابع المشاريع بنفسه. المدراء العامون نواب المحافظة دائرة المهندس المقيم شنو شغلهم؟ ليش هاي الأموال تصرف على مشاريع فاشلة؟ من الأنبار أبو سمية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الكريم، هدر الأموال في هذا البلد يعني أصبح أمرا محتاجا. نعم. ربما المواطن لو أنه سلم على حياته وكرامته وأمنه ربما لن يلتفت إلى الخدمات في أقل الأحوال. نعم. ليس الأمر يتعلق بالخدمات، فالخدمات وخدمة المواطن ورفاهيته أصبحت أمرا يعني دون الرخيص ودون المبتذل. المشكلة الآن أن روح المواطن وكرامته وأمنه أصبحت مسألة مستهدفة من قبل الحكومة. نعم. يعني في أي بلد تحتقر الحكومة حياة شعبها وتحتقر كرامتهم وتحتقر أمنهم؟ نعم. بل إن هذه الحكومة تقتات على فقد الأمان بكل سهولة، قد يفقد أي مواطن حياته أو كرامته أو يفقد حريته. لماذا؟ لأنه بغير فقدان الأمن لا تعيش هذه الحكومة. وفوق هذا تتكلم عن السيادة وتتكلم عن حقوق أهل غزة وتتوسط أحيانا بين دولة وأخرى لأجل حل مشاكل دولية. يا سيد الكريم، حلوا مشاكلكم، التفتوا إلى شعبكم، التفتوا إلى الدماء التي تسيل بأيديكم وبأيدي المفلتين الذين هم تحت عباءتكم، ثم تكلموا عن السيادة. فحالكم كحال العاهرة التي تتكلم على منبر الشرف. وشكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية. نروح إلى دوائر الحكومة اللي تتعمد بها إذلال المواطن بكل مرة، رغم عدد المناشدات الشبير والهائل والفيديوهات اللي تنشر هنا وهناك، لكن يبدو الأمر كأنما متعمد من الحكومة. أن تخلي المواطن يقضي عمره واقف بطوابير، إما على راتب تقاعد أو رعاية أو على دائرة مرور أو تحديث مستمسكات ثبوتية وغيرها من المعاملات والمراجعات. الفيديو الثاني راح نشوف سرة طويل لمراجعين رايحين إلى دائرة رعاية الاجتماعية البصرة، والفيديو يلخص لكم مجمل الحديث. هاي بالبصرة، تعالوا نروح للشمال، هاي بنينوى. هذا الفيديو من مدينة الموصل. نحن المواطنين يشتكون أيضا من دائرة الرعاية الاجتماعية، هاي الدائرة اللي من المفترض أن ترعى الناس. هاي الدائرة بمنطقة باب الطوب، يشتكون ما موجودين موظفين كافين لتمشير معاملات المواطنين. هو الحال اللي موجود بأغلب من دائرة رسمية بالعراق، موجود بأكثر من مدينة، موجود بأكثر من محافظة. تعالوا نشوف سويه. هذا السرة دائرة الرعاية البيان السنوي باب الطوب.
هذا هو حال دوائر الرعاية الاجتماعية بالعراق، واكو هواية فيديوهات طلعناها بصوتكم تبين حال دوائر العراق شلون. ابراهيم العراقي دولة نشالة دور على مذلة المواطن بجميع الطرق، الله وكيلي يقدرون يسوونه ويوصلونه الباب البيت. استبرق عبد الكريم تقول شبيه العالم هيك هاجمة على الموظف، المفروض اكو تنظيم. ومازن تريه يقول لا شيء سوى الاستماع في إدلال الاستمتاع في إدلال الناس. وأنس المولى يقول لعد شلون ما يصير فساد. فكان هذا تعليق الناس على هذا الموضوع اللي هو قضية المعاناة بالدوائر الحكومية. ويا سبحان الله صادف اليوم أن تجينا رسالة على نافذة أن ترى اللي وجدتها قناة الرافدين تقول السلام عليكم قناة الرافدين الفضائية، أني مغترب عراقي أعيش حاليا بالنرويج، رجعت من النرويج إلى بغداد حتى أنجز البطاقة الموحدة الجديدة، ورا ما أعلن وزير الداخلية انتهاء العمل بهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية بحد أقصى 1/3 من هاي السنة. عفوا، فوجئت بهذا الحال في مديرية جنسية الكرخ بساحة النسور بالعاصمة بغداد، أرسلت إلى قناتكم أتمنى أن يعرض حتى يطلع العالم على كذب الحكومة بأن الإصدار ينجز بسهولة خلال ساعتين فقط. خلونا نشوف اللي دزلنا يا هذا المعرض. الحكومة العراقية أعلنت إصدار البطاقة الموحدة الوطنية الموحدة آخر موعد 1/3، والناس هواية ما مسوين، فبدت المراجعة. هذه مديرية أحوال الجنسية بالكرخ ساحة النسور، راجعنا بنسوي البطاقة الموحدة، هم قالوا اكو تبسيطات وتسهيلات لكل المواطنين، المواطن يجي معزز مكرم اول ما يدخل الدائره خلال ساعتين تكمل. شوفوا الوضعيه مال مديريه احوال الكرخ بساحه النسور، شوفوا الوضعيه، وضعيه المراجعه، وانتم حكموا، انتم حكموا. الكذب وين وصل والدجل على الناس وين وصل، وهذا حال المواطن. من لسان أخونا المواطن أنقل لكم إياها، أنتوا حكموا شنو الوضع اللي دا يصير بالعراق. خليها تخيس وسم تصدر منصة إكس اللي حثوا به المواطنين والمدونين والمروجين على مقاطعة البضائع الإيرانية كرد فعل على قصف إيران الأخير اللي استهدف مدينة أربيل العراقية واللي انتهكت به السيادة العراقية، لكن أدنى حكومة كانت نايمة بهذا الانتهاك فما شافته. بهاء خليل غرد يقول إذا الحكومة ضعيفة وخاضعة خليك أنت قوي وقرارك بيدك مو بيديهم، لا تصرف دينار واحد على منتجات إيرانية، هاشتاج خليها تخيس. حيدر يقول أكبر حملة عراقية لمقاطعة البضائع الإيرانية ردا على الهجوم الإيراني المتكرر على الأراضي العراقية، هاشتاج خليها تخيس. وبلال آل جبور أبسط شيء تقدر تقدم لبلدك هو أنك ما تشتري هالمنتجات اللي ثمنها بخس وبدائلها كثيرة، لكن بالنسبة لهم ضربة اقتصادية كبيرة، وخليها تخيس وصير قدها. وعبيد الدليمي يقول كنت قد قاطعته منذ مدة طويلة وأنا متيقن أن معظم العراقيين الأصليين مثلي، ومع ذلك هاشتاج خليها تخيس، هاشتاج خليها تخيس وسم تصدر ترند العراق. ونحن أيضا نقول لكم قاطعوا المنتجات الإيرانية، لأن هاي المنتجات الإيرانية إضافة إلى أن هواية مقاطع ثبتت أن المنتجات الإيرانية اللي جاية للعراق أغلبها فاسد وغير صالح للاستخدام البشري، والأدوية فاسدة، وأيضا انتشار المخدرات وأمراض الإيدز والمسرطنات بالمواد الغذائية المرسلة من إيران إلى العراق، إضافة إلى استغلال الدولار والدينار العراقي، هاشتاج خليها تخيس. نلتقيكم على خير إن شاء الله. لكن بداية عندي رسالة من أخونا من المغرب يقول متابعكم من المغرب، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم آمين. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الجمعة، انتظروني.